شغله بسهل عمليه الطبخ في جدر الطبخ. حطيت الماي على طول انزل اللحم. اللحم يفضل ان يكون حجم كبير، هذا الحجم. نزل كل القطع، بسم الله. بحط بهارات صحيحه، عندي ورق غار، كمون، هيل، فلفل اسود. الحين ان شاء الله بسكر عليه، ومن يصفر الجدر ان شاء الله راح احسب له 25 دقيقه فقط. حد ما يجهز معي اللحم، بسوي معكم الحشوه الاولى. عندي زيت زيتون الوالي، ممتاز جدا حق الحمسات، للبيض، استخدامات كثيره صراحه، بديل عن الزيت المهدرج. عندي بطاط مقطع شرايح يكون صغار، شايفين؟ اول شيء راح انزل البطاط. زبل وتغير معي لون البطاط، الحين بحط الفلفل. بضيف له شوية ملح. عندي كمون، بابريكا، وهيل. للحشو الثاني حطيت زيت زيتون، على طول بنزل البصل. بدل مع البصل بحط الزبيب. الحين ان شاء الله بنزل الحمص. وبعد على طول فلفل اسود، بابريكا، هيل، زعتر. حطيت شوية ملح، الحين بضيف مالية. طبعا هذا الحشو العماني. للعيش ولا الفلفل. كذلك البهارات الصحيحة والليمون. ورق الكاري. الحين بحط الثوم. حرك. الملح والكركم والبهارات مشكلة. أول ما طلعت ريحة البهارات حطيت لها ماي. الحين إن شاء الله بضيف لها من ماء سلق اللحم. هذا اللحم بعد ما طلعته من قدر الضغط بضخه له شوية بخاخ زبدة، عفوا زعفران. شايفين؟ الحين بحط له شوية ملح لأن ما ملحته قبل. نمسح من الجهتين، خلاص كذي كافي. بحط له فلفل أسود، بسم الله. خليت الماء يفوح لمدة 10 دقائق تقريبا. الحين بطلع البهارات الكبيرة، نص الكمية فقط. حطيت الرز طبعا مصول ومنقع لمدة نص ساعة تقريبا. شوفوا تبارك الرحمن نشف الماء. طبعا إذا كانت الكمية كبيرة نحاول نقلب الرز. الحين إن شاء الله بقلب، ثم بحط الحشو بسكر عليه. بحط الخضار اللي قليتها معكم، كذلك بحط زعفران ومنقوع زعفران في ماء الورد. آخر شيء بحط نثرة هيل. حطيت في مقلاة سمن، على طول بنزل اللحم. هذا
التخمير المناسب حق اللحم. شوف تبارك الرحمن، هذا الرز بعد ما جهز طبعا خليته اكثر من 25 دقيقة. الحين ان شاء الله بشيل الحشو وببدأ اغرف. بنشيل الحشو بالكامل. شوف تبارك الرحمن، يا سلام. الحين ان شاء الله بنحرك العيش. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه حبة الوزير. خليني اوريكم حبة العيش. شوف تبارك الرحمن، هذه من تحت، اللي تحت نفس اللي فوق، ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا شكل الناي لوصفتنا اليوم. علينا وعلى عيونكم بالف عافية رب العالمين.